الكولونيل لطفي كان معروف كرجل نزيه وملتزم للثورة التحريرية. كان اسمه بن علي بوتغين، من مواليد عام 1934 في تلمسان. كان يحب الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي. ملكي ولا مجاهد، خير اسمه الثوري على حساب هذا الشاعر، ولا اسمه الكولونيل لطفي. في عام 1955 التحق بصفوف الجيش التحرير الوطني في مغنية، ومن بعد كلف بقيادة قسم تلمسان وبشار، وين قاد معركة كبيرة ضد الجيش الفرنسي في جبل عمور. في عام 1958 طلع في القغاد، ولا حاكم رأس الولاية الثورية رقم 5 تاع وهران، ولا عضو من الحكومة المؤقتة الجزائرية بجانب فرحات عباس. هذه المسؤولية رجعته يسافر بزاف في الخارج. وفي عام 1960 جرب يولي الوهران، بالصح المنطقة كانت محصورة من طرف الفرنسيين. إما لحبط من مروك حتى البشار مع مجاهدين واحد أخرين، وجربوا يدخلوا ملتم راكبين فوق الجمال، بالصح الجيش الفرنسي سمع بهم. ويوم 27 مارس 1960 بومبارداوهم في جبل عنتر تاع بشار، واستشهد الكولونيل لطفي، كان في عمره 26 سنة. قبل ما يموت كتب برية لمرتو فاطمة: زوجتي العزيزة، راني نوجد في روحي باش نولي للجزائر، ما وليتش نحمل نقعد نستنى في الخارج. القائد الثوري لازم عليه يكون في بلاده بجانب المجاهدين والشعب. نطلب منك الشجاعة باش تصبري روحك على غيابي، على بالك بلي الثورة الجزائرية أهم شي ليا. إن شاء الله كل شي يكون على خير. لو كانت صرالي حاجة، هذا أجمل شي قدر يحلم به الطائر، تقدري تفخري براجلك ووليدنا بباباه. باسم الجزائر وحبنا، أتهلاي في وليدنا ومديله أفضل تربية باش يكون مثقف، يحب بلاده، ويزيد يحقق إنجازات كبار للجزائر. وانتي يا كملي طوري في علمك ومعرفتك، راكي تمثلي النساء الجزائريات وما نخافش عليك. سلمي عليهم كامل ونسلم عليك بكل حبي. الله يرحم الدوار اللي بفضلهم اليوم احنا احرار، ونقعد نحكي على زمان، واحنا نكون لهم اهل الاحترام.